أيضا عودة إلى التاريخ وتسجيل الأحداث الهامة التي برزت في المرحلة والتي تأثرت بها وسجلتها نعم في الخمسينيات، في عقد الخمسينيات، نعم ويعني يمكن نستجمع منها الأهم، موضوع المياه في الكويت نعم والحاجة إلى المياه نعم وجلب المياه نعم والمشاريع التي كانت مطروحة نعم لإيجاد البديل المريح نعم للتوسع العمراني والسكاني. نعم موضوع المياه طبعا مشكلة كانت أزلية في الكويت. معروف أن الكويت في الأساس كانت تعمل أو تأخذ مياهها من الآبار، وآبار المياه التي كانت تستغل لهذا الغرض لها أماكن معروفة محددة في الكويت، لعل من أشهرها الشامية وغيرها من الأماكن الأخرى. عندما تزايد العدد وأصبحت المياه غير كافية، المياه المحلية غير كافية لتغطية حاجة البلاد، اتجه الناس إلى جلب المياه من شط العرب، فكانوا يذهبون بسفن خشبية شراعية ويجلبون المياه. وبعد فترة أيضا جدت المشكلة اللي هي زيادة عدد السكان، فتأسست شركة سموها شركة المياه الكويتية، اشترت بعض السفن كبيرة أكبر من السفن المعتادة، وأصبحت هذه السفن تزود الكويت، ورتبت برك تسمى برك اللي هي عبارة عن خزانات مياه لتجميع في المياه. مناطق متعددة من البلد، تصب فيها المياه الواردة من بواسطة سفن الشركة، ثم توزع على الأهالي عن طريق الناس اللي يحملون هذه المياه. وطبعا هذه المرحلة أخذت وقت ودور كبير، يعني حتى لا ننسى أن في بداية جلب الكويتيين جلب المياه من شط العرب ما كان هناك اهتمام من أصحاب السفن بهذا الموضوع، باعتبار أن موضوع أن عملية غير تجارية أو غير ناجحة. فكان المرحوم الشيخ مبارك الصباح يحدد أن على أصحاب السفن أن يحجزوا سفينة أو أكثر حسب عدد سفنهم لنقل المياه. بعد إلزام. ما نعم إلزام إيه هذا الإلزام ما احتاجوا له إلا فترة بسيطة جدا، لأن بعد ما نفذوا اكتشفوا أن العملية مجزية وأنهم يستفيدون، فصاروا بدون إلزام ينشئون سفن خاصة حق هذا تجارة. الموضوع، وأصبح تجارة وأصبح هذا. طبعا خلال الفترة كانوا أصحاب السفن يعانون معاناة كبيرة من في الجانب الآخر، لأن يعني يفرضون عليهم إتاوات في العراق يعني، ويحجزونهم ويأخرونهم، والسفينة بدال ما ترجع يعني تعبي وترجع في نفس اليوم أحيانا يحجزونها إلى ثاني يوم، فتأخر المياه عن الأهالي لأن السفن تروح مع بعض وترجع مع بعض، فالأهالي تنقطع عنهم المياه بسبب عامل موظف من موظفي الجمارك العراقية التي تحجز السفن بدون سبب إلا من أجل إزعاج الناس ومضايقتهم. طبعا جت حكاية جلب المياه أو إسالة المياه من شط العرب كمشروع، أي كمشروع، والحكومة الكويتية تحمست له واستمرت في حماسة إلى عهد متأخر جدا، يعني إلى السبعينات والسبعينيات من هذا القرن كانت الحكومة تسعى في هذا الموضوع، ولكن ثبت أنه وهم، لأن لا يمكن أن نأخذ المياه من هذا الطرف الواقف لنا بالمرصاد والذي يطمع في الكويت، ويمكن حتى لو وضع ولو أرسلت المياه
يمكن كان الآن قطعها بسبب الظروف هذه وأصبحنا ميتين من العطش. لكن الحمد لله يعني الله قدر بهذا، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الرجال المخلصين من أهل البلد الذين وعوا هذه النقطة. المرحوم الشيخ عبد الله السالم لم يعتمد على رأيه الخاص في هذا الموضوع، دعا 50 من أبناء البلد لحضور اجتماع حول هذا الموضوع وهو إسالة المياه، ونتيجة لذلك اقترحوا أن توجد ماكينة لتكرير المياه، وعملت أول ماكينة في الشويخ بعد قصر السلام، ولا يزال موقعها قائم إلى الآن، والتي أيضا في الغزو العراقي البربري قام بتدميرها وبحرقها. نعم، هذه الماكينة يعني للتاريخ يعني ليست هي الأولى، يعني كان جلبت ماكينة على أيام المرحوم مبارك الصباح، ولكنها كانت صغيرة جدا مبكرا يعني. ولم تنجح، لأن يظهر أن هذا إنتاج مثل هذا النوع من الماكينات كان في بداياته، فلم ينجح عملها. وأيضا في أيام المرحوم الشيخ أحمد الجابر أحضرت ماكينة أكبر قليلا من الماكينة التي أحضرت في عهد الشيخ مبارك، وحاولوا إنجاز أو إنتاج المياه منها، وصارت عليها قصة طويلة عريضة لأن ما أمكن تشغيلها، وأتوا بمهندس لتشغيلها وفشل في ذلك. المهم أن في الأخير وجدوا أن الأفضل يتخلصهم منها، وتخلصوا منها بالبيع، لأن ما أمكن، لأن الظروف يعني ظروف الناس في ذاك الوقت غير ملائمة لإنجاز مثل هذا المشروع. نعم، لأن مشروع معقد تقنياً ومكلف أيضا، يحتاج إلى خبرات. لكن لما جت فترة الشيخ عبد الله السالم ووضعت الماكينة، وضعت لها كافة الاستعدادات، وبخاصة أن الناحية المالية للبلاد كانت بشكل أفضل جدا من ذلك الوقت، فلذلك صرف عليها صرفت عليها مبالغ كبيرة حتى وصلت إلى المستوى المطلوب، وأغنت الكويت عن حاجاتها الخارجية من المياه، وأكسبت أبناء الكويت خبرات كبيرة جدا في هذا المجال. نعم، 25/1961 أيضا كان هناك حقيقة أيضا حدث مهم لنا. نعم، في الكويت. نعم، وهو اكتشاف مياه الرطين. نعم، واللي يعني أصبحت مصدر آخر من مصادر المياه. نعم، العذبة، وطبعا كان تحولا مهما. نعم، أيضا ممكن أن تحدثنا عن ذلك. يعني احنا لا ننسى أن الكويت كانت تبحث باستمرار عن مصدر ثابت من مصادر المياه، وكان التنقيب عن المياه مستمرا يعني بدون تحديد في عدة أماكن. وأنا أذكر أنه في خلال أو بداية الخمسينيات حفرت الحكومة بئرا تجريبيا في منطقة مصدة قرب المرقاب، ووضعت بركة مياه تزود السكان بالمياه في هذا المكان، وإلى عهد قريب كانت البركة موجودة عند الإشارة التي تقع على الشارع المؤدي إلى مسجد عبد الله المبارك. وأذكر أن هذا البئر لم تكن فيه مياه عذبة، ولكنه شد أنظار الناس، كان جميع أهل الكويت يجتمعون، وبخاصة المساء، لمشاهدة هذا الحدث، وهو حدث وجود نبع ماء. وحتى كانت الحفارة التي وضعت
يسمونها الريق، واعتقد هذا الاسم معروف الى الان في بهذا، وكانوا يسمون هذا المكان الريق، فيقول رايحين الريق، بنروح نشوف الريق، فيجتمعون لمشاهده هذا الحدث. كل هذا يدل على توق الناس وتلهفهم على المياه العذبه. لذلك لما بدأ عمل الطريق المؤدي إلى العبدلي ووجد المسؤول عن مقاولة هذا الطريق بئرا فيها ماء حلو في منطقة الروضتين، وكانت بالمصادفة المحضة، بالصدفة نعم، فرح الناس وأصبحت الأعداد الهائلة من الناس تخرج، وبعضهم يأخذ وقت الغداء يأخذون غداهم ويقعدون هناك ويشربون من هذه المياه الحلوة ويسعدون فيها. بئر المقاول كان كان بئر المقاول، بئر المقاول. طبعا فيما بعد تولت الحكومة الاهتمام بهذا الموضوع وحفرت عددا من الآبار وأصبح حقل من الحقول المهمة. ولا ننسى هنا أن نقول أن العراق الذي كان يتبجح بأنه سوف يزودنا بالمياه العذبة كان يتزود من هذه الآبار لمدة 6 شهور قبل احتلاله للكويت بالمياه العذبة، لأن المياه عندهم أصبحت مالحة لدخول البحر على شط العرب، وأصبح من الصعب الحصول على مياه عذبة، فصاروا يجلبون مياههم من الروتين. فهذه يعني من سخريات القدر ومفارقاته. يعني أيضا كتجسيد على أرض الواقع في الانتماء أيضا الثقافي والتاريخي والتراثي، كان للدعوة لمؤتمر الأدباء العرب عام 1958 دلالة ومعاني كبيرة جدا. نعم، والواقع كان من أهم المؤتمرات التي عقدت. معروف أن هذا المؤتمر يعقد كل فترة في بلد معين، ولكن هذا المؤتمر والحمد لله أن هناك كتاب من أصدرته معارف الكويت في ذلك الوقت يضم كل ما دار في هذا المؤتمر، تجد فيه أن هناك أشياء كثيرة جدا بحثت في هذا المؤتمر وكلها تنصب على التعاون العربي وعلى ضرورة لقاءات الأدباء العرب وتآزرهم وتعاونهم. وكان جو المؤتمر في ذلك الوقت جو مهم جدا. و يعني أهم نقطة أود أن أثيرها هنا بالنسبة لهذا الموضوع هو أن هذا المؤتمر وهو مؤتمر على مستوى الدول العربية وحضرته جميع الدول العربية بما فيها العراق، دليل واضح على الكويت على أن الكويت كيان مستقل وقائم بذاته، وكل الدول العربية التي شاركت لأنها تعرف أن الكويت كيان مستقل قائم بذاته، والعراقيون عندما شاركوا هم يعرفون هذا الشيء. ولكن الأطماع تحركت فيما بعد في 61 وأثارت العكس، لكن جميع الدلائل واضحة جدا في هذا المؤتمر وفي غيره من الأمور التي تمت واضحة على استقلال الكويت وعلى أنها كيان مستقل حتى قبل سنة 61. في السبعينات كانت وزارة التربية قد وفقت على يد إخوان سيذكرهم التاريخ أبدا إلى أن يكون لكل طفل كويتي من الروضة حتى الدكتوراه مكان في مدرسة أو صورة من صور تيسير العلم له. وبدأت الحاجة تظهر إلى أن ننتقل من هذه القدرة الكمية التي وفرنا فيها الأماكن إلى نوعية التربية. وفي هذا الوقت جاء الدكتور يعقوب يوسف الغنيم إلى وزارة التربية ركز على قضية النوعية
كيف يمكن أن ننتقل بالتربية في الكويت إلى نوعية رفيعة تحقق التنمية وتنمي الإنسان الكويتي وتلتحم بحركة العالم تبصرها وتقود أبنائها إليها. في هذه الحركة، حركة التنمية الحقيقية للتربية، استدعي كل المفكرين الذين يمكن أن يسهموا في الموضوعات محل البحث، سواء من العالم العربي، من الكويت أولا ومن العالم العربي وعلى امتداد الدنيا. ما من قضية بحثت في التطوير إلا شارك فيها من هؤلاء أعلامهم وروادهم. قطعنا معه شوط كبير في بناء التربية والتعليم، فكان بحق أستاذ عز الزمان أن يجود بمثله، فهو خير من قدم إلى وزارة التربية، ويمكن أن يقال عنه بأن عصره كان أحد العصور الذهبية في وزارة التربية، فهو من القلائل الذين نقلوا وزارة التربية نقلة نوعية، فبدأت معه المناهج الجديدة والتعليم الفني وتنويع التعليم ونظام المقررات وكل ما هو جديد تنعم به الوزارة حتى هذه اللحظة. فهو بحق مدرسة علمية ومدرسة إدارية، نعتز بالعمل معه أثناء وجوده بوزارة التربية. الواقع بالنسبة للدكتور يعقوب يوسف القنيم، لو أردت أن أتكلم عن الفترة اللي قضيتها مع وكيلا وكذلك وزيرا، فإنني أقول بالنسبة للدكتور يعقوب القنيم، الرجل ونعم الرجل ونعم المسؤول ونعم القيادي، له فلسفة بالعمل تختلف عن كثير من قرنائه وزملائه، كل له أسلوب في عمله. فيعقوب القنيم كان ديمقراطيا في أسلوب عمله، كان دائما يلتقي مع الأخوة القياديين في الوزارة، وكان يربطنا جميعا الحب والوفاء والتفاني في خدمة الأبناء والوطن. حديثنا عن زميل قديم جديد، ركن من أركان التربية والتعليم، زميل الطفولة والدراسة منذ كنا في المرحلة الابتدائية وحتى هذه اللحظة، ذلك هو صديقنا العزيز الدكتور يعقوب يوسف القنيم. الإنسان التربوي الذي عاصر وزارة التربية منذ العام 1964 إلى ما بعد ذلك، وما زال حتى هذه اللحظة قلبه وشعوره وإحساسه في التربية والتعليم. أستاذ الدكتور يعقوب القنيم شخصية مميزة، صاحب رأي وصاحب قرار. يمكن أن نقول أن في عصر الدكتور يعقوب القنيم حدث تطور كبير وهائل جدا في نظام التعليمي وخاصة على المستوى الكمي. الآن ما نراه الإنجازات التي نعيشها هذا اليوم هي في الواقع إنجازات ظهرت بشكل كبير جدا في الفترة التي كان فيها الدكتور يعقوب القنيم وكيلا لوزارة التربية ثم أصبح وزيرا بعد ذلك. وهذه المجالات وهذه القطاعات من العمل
تتناول، وأنا كنت طرف فيها مباشر في هذا الموضوع، بأول شيء بناء المناهج التعليمية. المناهج التعليمية منذ مؤتمر عام 72 واللي كان يقودها الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، هذا المؤتمر كانت انطلاقة كبيرة وضخمة في مجريات تطوير مناهج التعليم في البلاد. بعد أن كانت الكويت تعتمد على مناهج ليست مناهج محلية، ومنذ هذا التاريخ بدأت عمليات تطوير المناهج لشتى المجالات ومعالجة المشكلات التي يعانيها النظام التعليمي من خلال هذه المناهج، وأصبح لدينا مناهج وكتب مدرسية محلية بيئية تتعلق بالبيئة الكويتية تماما ومباشرة في قضايا الوطن وفي قضايا الناس. الشيء الثاني أنه في عصر الدكتور يعقوب غنيم هو الذي أدخل ما يسمى اليوم بنظام المقررات في التعليم الثانوي. نظام المقررات بداية كان على يد وفكرة الدكتور يعقوب الغنيم ومن معه في ذلك الوقت، عندما عملوا معا من أجل وضع نظام تعليم ثانوي للمقررات. وضعت الأسس ووضعت الأهداف ووضعت المناهج ووضعت كل المجالات التي تتعلق بنظام المقررات، واللي فعلا اليوم نجد أن غالبية المدارس الثانوية تطبق هذا النظام. الشيء الآخر أنه في الفترة التي كان فيها أيضا الدكتور يعقوب الغنيم في نطاق التعليم، حدثت هناك ما يسمى بالمناطق التعليمية. تأسيس المناطق التعليمية في الكويت بدأت أيضا في الفترة التي كان فيها دكتور يعقوب الغنيم، وبدأت بمنطقتين تعليميتين، ثم بعد ذلك طبعا توسع المفهوم. والحقيقة نقول أنه من أبرز الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة التربية، ففي عهده تمت أمور كثيرة وما زالت تخلد له وتذكر له بالفضل، منها المناطق التعليمية، منها نظام المقررات ونظام الفصلين، والمؤتمر الكبير للمناهج عام 1972، وأمور كثيرة يصعب حصرها الآن وهي مثل هذه المقابلة. لكن يبقى الجانب أثر عن النظام التعليمي، لأن كافة الأنظمة المتميزة والتي نعيشها الآن هي لا شك من يعني سعيه الدؤوب ومن عمله ومثابرته، لأنه إنسان ما من خطوة فيها تحسين الوضع التعليمي إلا وبادر بتنفيذها بعد دراسات وبعد تشاور مع المختصين والمعنيين في البلد. ونعود الآن أو نكمل المشوار مع الدكتور يعقوب الغنيم حتى نتحدث عن نقلة نوعية أخرى في حياته العملية والمهنية بعد التلفزيون والمشاركة في تأسيس التلفزيون وتعاونه مع زملاء البرامجيين والتقنيين والإداريين. ينتقل مرة أخرى، يعود إلى وزارة التربية الذي بدأ مدرسا فيها من خلال ثانية تشويخ، لكنه يعود هذه المرة ليتسلم منصبا قياديا تخصصيا في الوزارة، لنتحدث عن هذا المنعطف الجديد. في تلك الفترة وأنا مندمج في العمل في التلفزيون، كانت سنة 1965، أذكر أنه كان هناك كان وزير التربية هو الأستاذ خالد المسعود، وأذكر أنه نشأ خلاف بينه وبين وكلاء الوزارة، وأن هذا الخلاف تأزم فيما بينهم لدرجة أنه ما عاد في مجال إلا أنهم ينتقلون خارج الوزارة لأن عدم إمكانية العمل مع الوزير. وطبعا أنا يعني لست في وارد أني أبحث أسباب الخلاف ومن هو المحق ومن هو غير المحق، إنما هي حادثة أنا أعتقد أنها حادثة سيئة. يعني كان المفروض أن يكون هناك يعني تفهم للوضع وعلاج، بحيث أنه ما يجوز تشتيت هذا العدد الطيب من أبناء الكويت ونقلهم بهذه الصورة اللي تمت. يعني
وإن كان يمكن بعضهم صار أحسن لنا ننتقل، لكن مع ذلك أنا في اعتقادي أن الصورة كانت غير سليمة. إنما أنا طبعا كنت مستمع لأسمع ما يقال حول هذا الموضوع. أذكر اتصل فيني الأستاذ خالد المسعود وقال لي أنا موجود في مجلس الوزراء وأريد أن أشوفك. فذهبت إلى مجلس الوزراء، وأنا كنت أظن أنه يريد يبحث معي موضوع يتعلق في برنامج مشترك ما بين التلفزيون والإذاعة والتربية. فقال لي إن أنا، أنت تعرف أن الوكلاء المساعدين انتقلوا وأنا بعينك وكيل وزارة عندي، شو رأيك؟ قلت له والله ما أدري، بس هذا الكلام المفروض أنه يستشار فيه أبو علي اللي هو الشيخ جابر العلي وزير، لا أستطيع أن أبت فيه. قال لي أنا أتفاهم مع أبو علي، إذا وافق أبو علي أنت ما عندك مانع. قلت له أنا ما يخالف، ما عندي مانع. طبعا هو كان الموضوع أولا يعني بالنسبة لي تغيير للعمل، وأذهب إلى جهة سبق لي العمل فيها، في نفس الوقت أفسح المجال لغيري في التلفزيون، لأنه صار لي مدة يعني وأنا أعمل في هذا الجهاز، المفروض أنه يصير في مجال حق الغير واكتساب خبرات جديدة يعني. فعلا تم هذا الشيء وانتقلت إلى وزارة التربية، ويعني فوجئت أنه كانت في أعمال هناك كثيرة متأخرة، لأن الوزارة ظلت بدون وكلاء ولا يعني كانت معتمدة على الوزير الوحدة خلال الفترة هذه، فكانت أعمال متراكمة، فاستطعت الحمد لله أني أنجزها. وكان من حسن حظي أني أنا جيت في آخر أيام العام الدراسي، يعني بعد مجيئي بأسبوعين ابتدت الامتحانات العامة النهائية يعني السنة، وبدأت العطلة، ومنها بدأت مشوار التربية من ذلك الوقت. ويعني هذا أيضا نقطة تحول مثل ما قلنا، تخصصية جديدة وللتاريخ، يعني أنه أيضا شهدت التربية وشهد التعليم منذ تلك المرحلة تحولات إيجابية في النظرة إلى التعليم، وفي أيضا النظرة إلى الواقع والمستقبل وتحديات المستقبل، وكيف أن التعليم والتربية دائما هو المفتاح للتنمية والإسراع في تطبيق خطط التنمية وفي استيعاب المستجدات المستقبلية يعني والتحديات المستقبلية. هل بالإمكان أيضا أن نبدأ بالحديث عن قطاعات هذه وإنجازات تمت في هذه المرحلة؟ يمكن نستطيع أن نختار أهمها بالتدرج الزمني. هو يعني في الواقع أن أهم أو أول نقطة واجهتها في التربية هي الكتاب المدرسي. الكتاب المدرسي كان يعني يواجه أو نواجه به مشكلتين. المشكلة الأولى أن كثير من الكتب اللي تجينا من الخارج فيها أشياء مناقضة أو غير مفهومة في المجتمع، أيضا في أشياء في البلد غير محسوب حسابها في هذه الكتب، لأنها مي معمولة حق الكويت حتى يعمل حسابها. الشيء الثاني أنها تصل متأخرة جدا عن بداية العام الدراسي وتسبب إرباك وتأخير في بداية الدراسة. فوضعت همي أن الأول هو يعني تأليف وطباعة ونشر كتب كويتية محلية تغطي المناهج الموجودة بدون تغيير في المناهج. وفعلا شكلت لجان وألفت الكتب، وخلال فترة بسيطة صارت الكتب تقريبا 90% منها كويتي، الباقي شوية أشياء الكتب الإضافية القراءات الأشياء هذه. هذه نقطة. الشيء الثاني اللي كان مهم في ذاك الوقت هو افتتاح عدد من المدارس، لأن أعداد السكان قاعدة تزداد، يعني بناء المدارس متأخر،
فاستطعنا أن ننشئ عدد كبير من المدارس في فترة السنوات الأولى القصيرة، بحيث غطت احتياجات الطلاب من مقاعد الدراسة، واستطعنا بسرعة تلافي النقص في هذا المجال. بدأنا بعمل اجتماعات للنظار والناظرات لإعطائهم فكرة عن المطلوب في المرحلة القادمة. وأذكر كان أول اجتماع عقدناه في مدرسة الشامية القائمة حاليا، وحضر الأستاذ خالد المسعود والأخوان الوكلاء المساعدين، وحضروا النظار والناظرات، وتناقشنا فيه على جميع جوانب العملية التربوية، وكان من الاجتماعات الناجحة اللي صار لها رد فعل في إنتاج هؤلاء الناس في المستقبل. في الفترة اللي انتقلنا فيها بالفعل من مرحلة الكم إلى مرحلة الكيف النوعية، هي بدأت من 1970. لأن الفترة السابقة كنا نسابق الزمن في ملء الفراغات الموجودة وسد النواقص اللي محتاجين لها من مدرسين، من كتب، من الكتب اللي حسب ما ذكرت قبل قليل، من مباني مدرسية وغيرها. وفي هذه الفترة اللي من السبعينيات وما بعدها، مثلا جاءنا موضوع المناهج، وعملنا مؤتمر المناهج، عملنا مؤتمر البيت والمدرسة، عملنا مثلا تدريب للمدرسين، أدخلنا الرياضيات الحديثة، كان يومها تسمى الرياضيات الحديثة لأنها كانت فعلا حديثة، ولكن الآن أصبح استعمالها عادي في الدول العربية، الدول كلها. كانت الكويت هي البلد الثاني بعد تونس اللي تعمم هذه التجربة، وأصبحت مدارس الكويت كلها تمشي على هذا. عملنا مثلا في أهداف التربية، عملنا أو هيئنا للعمل في تطوير المرحلة الثانوية، لأن المرحلة الثانوية مرحلة مهمة جدا، وكانت تواجهنا مشكلة وهي عدم إقبال الطلاب على الدراسات الفنية. فقلنا أن إنشاء مدرسة شاملة ممكن يكون فيها عدة فروع، من ضمنها الفروع الفنية، على الأقل تهيئ الطالب في المرحلة الثانوية للاتجاه التقني، ثم بعد ذلك عندما يتخرج من الثانوية يستطيع أن يتوجه إلى دراسات تقنية. فبدأنا نبحث في هذا الموضوع، وفعلا بعد فترة وبعد دراسات وبعد لجان وإحضار خبراء وكذا، استطعنا أن نصل إلى صياغة مدرسة المقررات التي طبقت فيما بعد. ومع الأسف أن في هذه الأيام نجد نسمع حديثا كثيرا عن مستوى مدارس المقررات، ولكنني أحب أن أؤكد أن إذا كان هناك تخلف في المستوى فليس ذلك ذنب النظام الأساسي الذي وضع لهذه المدارس، ولا ذنب الجهات التي عملت على إنشاء هذا النظام، لأن هناك ترتيبات معينة واحتياطات معينة محمولة لهذا النظام، إذا لم تراعى ففشل النظام، إذا لم يؤخذ بها. نعم. فأنا أظن وأعتقد ويعني يصل إلى الاعتقاد أن هناك كثير من هذه الاحتياطات أهملت في الفترة الأخيرة، فليس إذن هذا ذنب النظام، إنما ذنب من يطبق النظام. هذا الشيء مثلا عندما تم اتساع، عملنا إدارات التعليمية في المناطق، وهذا نوع أيضا من عدم المركزية في النظام، وتهيئة السبل لطاقات جديدة، لأن هذه الإدارات عبارة عن وزارات
متفرقة في الكويت كلها، وكلها طاقات تفرخ قادة يستطيعون أن يديرون العملية التربوية في المستقبل، وفي نفس الوقت راحة الأهالي من الوصول إلى الوزارة ومتابعة معاملتهم، حيث أصبح بإمكانهم متابعة أبنائهم عن طريق إدارات تعليمية في المناطق. هناك الكثير مما يقال، أذكر منه مثلا الاهتمام بالتعليم التقني وإنشاء الهيئة التي يعني أوصلنا هذا الاهتمام إلى إنشاء الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لأنها هذه عبارة عن امتداد وتتويج لعملية المعاهد الفنية التي أنشئت في ذلك الوقت وفي تلك الفترة، وأصبحت فعلا الآن تؤدي الكويت خدمة كبيرة عن طريق استيعاب عدد كبير من خريجي الثانوية العامة وتغذية السوق الكويتية بعدد من الكويتيين الذين يعملون في هذه المجالات. نأتي أيضا دكتور يعقوب يوسف الغنيم لأيضا أحداث بارزة ومهمة في أو وقت لاحق، وليكن الآن في عقد السبعينيات، والنظام العراقي يعني لا يعني يفتأ إلا أن بين حين وآخر وعبر سنوات يعني يتقلب في مواقفه وفي اتفاقياته ويلحس ما اتفق عليه ويؤكد النية المبيتة في يعني عقل أو وجدان النظام العراقي تجاه الكويت بين حين وآخر. من أهم أيضا أحداث تلك المرحلة أحداث الصامتة، هل أيضا ممكن نتحدث عنها دكتور؟ هو الواقع أن مشكلة العراقيين مع الكويت مشكلة يعني صعبة عليهم مو علينا احنا، لأن احنا موقفنا سليم، بلدنا معروف تاريخه ومعروف استقلاله ومعروف أنه نشأ قبل نشوء الدولة العراقية الحديثة، ولما كانت الكويت بلد لا حكومة ولا نظام وكذا، كان العراق تحت الاحتلال العثماني وكان مجزئا، يعني لم يكن يسمى العراق، كان بلدا مجزئا إلى عدة ولايات، كل ولاية مستقلة بذاتها، وكل ولاية لها والي يتصل مباشرة في الأستانة بالدولة أو بالعاصمة العثمانية. و يعني حتى لو جينا إلى فترة أبعد، العراق كان يسمى بلاد ما بين النهرين، يعني مخارج هذا ليس من العراق، لكن طبعا بعد الاستقلال، بعد الحرب العالمية الأولى، رتبت الأمور وجرت الأوضاع على الوضع القائم السائد. كان وضع الكويت وضع يختلف عن العراق تماما، لأن العراق في ذاك الوقت كان تحت الاحتلال العثماني عندما قامت الحرب وعندما انتهت أيضا، ولكن الكويت كانت دولة مستقلة قائمة بذاتها مشاركة في الحرب، ومشاركة الشيخ مبارك الصباح في الحرب فيما يخصه وفيما يقرب منه كانت بارزة ومعروفة، وكتب التاريخ لا تنساها. يعني حتى لما يقول العراقيون ان الكويت لواء تابع للبصره، حتى في تصريح من الحكومه البريطانيه ذكر لهم ان حتى البصره في شك انها تكون تابعه للعراق، وان اهالي البصره كانوا يطالبون بان يكونون دوله مستقله منفصله عن هذه، وهذا في كتبهم وفي ممكن الرجوع إلى الموسوعة العراقية موجود فيها شخص اسمه عبد الرزاق الأسود لفها فيها هذه الأشياء اللي أنا ذكرتها. فممكن أن من غير الممكن أن تتحقق هذه الأمور من ناحيتنا، لأن احنا عارفين وضعنا، لكن بالنسبة لهم من أيام غازي وهم يخلقون في أذهانهم هذه النغمة أن الكويت إلنا على لهجتهم. وكان غازي زيادة في الحرص على هذا الموضوع
وضع له إذاعة خاصة في قصر زهور، قصرة تذيع أناشيد وأشياء ضد الكويت، بغية هدم إدارة الكويت حتى يستطيع أن يستولي عليها بعد أن تنهار. وكان يطلب من الصحف العراقية تهجم على الكويت، وكانت فيها تهجمات فظيعة جدا لا يقبلها خلق ولا يقبلها ضمير. بعد هذا ظلوا على هذا المنوال إلى أن جاء قاسم. لما جاء قاسم صرح في أحد المؤتمرات اللي حضرها بأن سوف يزرع في قلب وعقل كل طفل عراقي أن الكويت تخص العراق. فطبعا إذا أنت تعمل هذا الشيء معناها أنت دخلت نفسك في مشكلة. أنت تعرف يقينا أن الكويت بلد مستقل ما له علاقة في العراق، إلا علاقة أن دولة عربية مع دولة عربية في الجامعة العربية. أما أنك تزرع هذا الشيء في نفوس الأطفال ويظل ينمو إلى اليوم، ولا يزالون مع الأسف يعني مع كل ما حصل لا يزالون في كتبهم المدرسية يذكرون هذا الشيء ويضعون في خرائطهم هذا الشيء. زرع هذا الشيء يجعل من الصعب عليهم التراجع عنه أمام هؤلاء الناس الذين سقوهم طول هذه الفترة هذه المعلومات الخاطئة. فهي مشكلة لهم. الحمد لله يعني حنا عارفين مثل ما قلت عارفين وضعنا، وهم يخوضون في حمأة هذه الأكاذيب اللي خلقوها، لأن خلقوا أكاذيب لأنفسهم فصدقوها وفرضوها على شعبهم. من ضمن المشاكل أو الاستفزازات اللي كانوا يقومون فيها أنهم دائما يثيرون مسألة الحدود حتى يطالبون في شيء ابتزاز، يعني نمط من الابتزاز، نوع من الابتزاز. نعم. من ضمن الأشياء هذه الصامتة حدثت في 1/4/73، والصامتة تل يقع على في الشمال الشرقي من الكويت، وكان فيه خيمة فيها حراس كويتيين، مجموعة من الحراس، وهم شقوا يومها طريق داخل حدود الكويت، واحتجت الكويت ثم توقفوا قليلا ثم عادوا الكرة ودخلوا من هذا الطريق اللي شقوه وطوقوا المركز الكويتي وقتلوا 2 من الحراس. وكان بغيتهم السلاح على هذا المكان لأن مكان مرتفع استراتيجي وجيد ووضع قدم داخل الحدود الكويتية. فطبعا يومها ضجت البلاد وقامت مظاهرات كبيرة، حتى أنا أذكر أن كانت مظاهرة ضخمة في شارع سالم المبارك، وكان على رأس المظاهرة المرحوم الشيخ عبد الله الجابر الصباح، ثم شيعت الكويت الشهيدين بحضور كثيف من المواطنين وجميع المسؤولين الكبار، جميع كبار المسؤولين حضروا هذه احتفالهم بتشييع الشهيدين. ويومها قامت الكويت أيضا بحملة دبلوماسية وإعلامية كبيرة جدا، وتدخل بعض الأشخاص لحل الموضوع وسحبوا الجنود الذين احتلوا هذا المكان وانتهى الأمر على هذا الأساس. نأتي الآن إلى أيضا يعني حدث هام من أحداث عام 1975 في الكويت، وهو حدث سياسي. الحدث هو زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لدولة الكويت. هل ممكن أيضا نتحدث عن هذا الجانب وتقييمك له من موقع المراقب؟ الواقع أن الكويت لم تتأخر عن المشاركة في الجهود العربية المختلفة، وفي بداية حديثنا أنا تطرقت إلى أن هذا يرجع إلى يعني سنة 1936 وربما قبل ذلك التاريخ.
ساهم الكويت أسهمت في الكثير من المشروعات العربية، وأيضا أسهمت في كثير من اللقاءات السياسية العربية، وكان لها دور دبلوماسي كبير جدا في حل القضايا التي كانت تتم على المستوى العربي أو بين بعض الدول العربية. وشاركت أيضا في يعني على المستوى العسكري في حرب 67 وفي حرب 73، وأرسلت عددا من جنودها وصار فيهم شهداء، موجودة قبورهم في مقبرة الكويت إلى اليوم ويعرفون. ولم تتأخر الكويت عن مساندة الجهود العربية في الكفاح ضد إسرائيل أو ضد الاستعمار بشكل عام، كفاح مساعدتها للجزائر، لتونس، للمغرب، حتى ليبيا أيام الاستعمار الإيطالي كانت الكويت تساهم في هذه الجهود. وكان شعراء الكويت يذكرون هذه المناسبات ويستحثون الأمة للوقوف في وجه الطغاة. وإذا قرأنا شعر الشاعر راشد السيف نجد أنه يذكر مصر ويذكر فلسطين ويذكر ليبيا ويذكر المغرب ويذكر الجزائر ويذكر جميع المناطق التي كانت متفجرة بالكفاح في ذلك الوقت من أجل التحرر وخلاص. فطبعا كان آخر الجهود في فترة 75 كانت آخر الجهود هو الحرب 73 اللي فيها عبر الجيش المصري قناة السويس، وطبعا نتائجها بعدين تحولات سياسية، وصار في تحولات سياسية كثيرة. في منتصف 75، منتصف مايو 75 زار الكويت الرئيس السادات، وطبعا هذه لم تكن الزيارة الأولى، ولكنه زار الكويت عدة زيارات سابقة وقيمت له حفلات كثيرة، من ضمنها حفلة أقامتها وزارة التربية في المعاهد الخاصة وحضرها المرحوم الشيخ صباح السالم. في 75 في منتصف مايو ذهب بعد زيارته للكويت ذهب إلى العراق، وكانت عنده الرغبة في حل مشكلتنا بالنسبة فيما يتعلق بترسيم الحدود بيننا وبين العراقيين. الحاصل أن اجتمع مع أحمد حسن البكر ومع صدام حسين، ولكنه لم يصل إلى نتيجة معهم، وهذا طبعا شيء معروف يعني منتظر منهم. اللي حصل بعد هذا أن في يونيو في نفس السنة يعني بعدها بشهر جاء الكويت الرئيس هواري بومدين الرئيس الجزائري، وكانت عنده أيضا الرغبة في حل هذا الموضوع. وطبعا الرئيس السادات وبومدين كانوا يعرفون أن هذه نقطة تفجر وينبغي أن يوضع لها حد للحفاظ على العلاقات العربية وعلى عدم تشتيت العرب. وكانت نظرة الاثنين بعيدة، لأن شوف الآن بعد ما عمل صدام حسين عملته تشرذم العرب وتفككت كلمتهم، وأصبحوا الآن ينادون بالوفاق العربي من 9 سنين وإلى الآن ما وصلنا إلى هذا الوفاق. فهواري بومدين كان يحمل نفس الأفكار وكان يريد أن يحل المشكلة، وذهب إلى بغداد لهذا الموضوع. الصحافة الكويتية يومها أثارت هذه النقطة وذكرت هذه الزيارة، ولكن كان تعليق الصحف تقريبا شبه إجماع على أن هذه الزيارة لن تنجح، لأن احنا تعودنا المماطلة وتعودنا عدم الإصغاء إلى النصح،
هذا الشيء لن يعني هذه الزيارة لن تأتي بنتيجة، وفعلا هذا ما حدث. يعني زيارة هواري بومدين صارت مثل زيارة أنور السادات، ليس لها نتيجة. وهؤلاء الناس لا يمكن أن تأتي منهم نتائج عن طريق مباحثات أو مشاورات أو كذا، وتجربتنا معهم مريرة، ليست لسنة أو سنتين إنما لعقود من الزمن. نعم نعم. هل لنا أن نتعرف على تجربة الأخ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم عن الغزو ومعايشتك لفترة الاحتلال البغيض ونتائج هذا الغزو؟ هم العراقيين توجوا أعمالهم السابقة خلال السنوات السابقة على فترة الغزو، فتوجوها بالغزو. إنما لو طلعنا الأحداث التي سبقت الغزو لوجدنا الأمور واضحة جدا لكل من يود أن يدرك الحقيقة. أنا أذكر كتبت مقال في إحدى الصحف الكويتية، قلت فيه شيئا متعلقا بموضوع مثل معروف اللي هو يقول سوء الظن من حسن الفطن، وإحنا أحسننا الظن كثيرا بهؤلاء الناس، وإحسان الظن فيهم خلانا لا نتوقع أن يحصل منهم أي شيء، بينما هم كانوا يحيكون الدسائس ويعملون ويحضرون وكذا الغدر للغزو، وليوم من الأيام قد لا يكون الغزو بالتحديد في ذلك اليوم، إنما هم يعملون ليوم يصلون فيه إلى الكويت. احنا نعرف ان السفارة العراقية كان لها دور كبير، وكانت كان بدل يمكن 2,000-3,000 شخص يعملون في السفارة، وعمرها ما صارت في التاريخ، وكان ممكن ان يوضع حد لهذا الموضوع، فتح البلاد على مصراعيها للعراقيين. طبعا اكيد بامر معازيبة في بغداد، ولكن الكتاب طبع في لندن. الكتاب اسمه الكويت بمثابة دولة داخل الإمارة، يعني هو يفخر بأن السفارة العراقية في الكويت أصبحت دولة داخل الدولة. وطبعا احنا ندري ككويتيين بشكل عام، والحكومة الكويتية تدري، أن السفارة العراقية تضخمت الأعداد التي تعمل فيها بشكل غير طبيعي وغير معقول، ولا يمكن أن يسمح فيه في أي حال من الأحوال. ويعني قلة الأدب اللي تمثل فيها هذا الجبوري، يقول بمثابة دولة داخل الإمارة ولم يذكر داخل الدولة. وطبعا هذه إساءة الكويت، لأن الكويت اسمها الرسمي دولة الكويت. ف منذ ذلك الوقت وهم يحشدون قواهم، لكن مع ذلك أنا أحب أن أطمئن الناس أن هذا الشيء لم يفيدهم في ذرة، لأنهم أثبتوا عندما وصلوا إلى الكويت أثبتوا جهلهم بالناس وبالأرض وبالأماكن وبكيفية العمل داخل البلد، ف الرعب موجود في قلوبهم. الشيء اللي يعني الشيء الغريب انهم في اوامر واضحه جدا بقتل الكويتيين وتدميرهم عند عمليه انسحاب، عند اي عمليه انسحاب، ولكن لخوفهم ورعبهم لم يستطيعوا ان يقوموا بهذه العمليات، ولم يستطيعوا أن ينفذوا هذه التعليمات، والتعليمات موجودة ضمن الوثائق الموجودة في مركز البحوث والوثائق الكويتية. طبعا هناك أشياء كثيرة جدا حدثت، منها السرقات التي قام بها الجنود العراقيون، النهب، تخريب وتدمير المؤسسات الحكومية والأهلية.
إيذاء الناس في السيطرات عند السيطرات والتفتيش عليهم، وأسر عدد من أبناء الكويت، وقتل عدد آخر. هناك شيء منظم عندهم، فهناك فرق للأندية الرياضية تأتي لسحب ما هو موجود في الأندية الرياضية والقيام بتوزيعه على الأندية الرياضية وفق برنامج تخصص موجود، يعني تخصص في النهب توزع هناك. في ما يتعلق بالجامعة هناك أشخاص يأتون للأجهزة وغيرها، البريد نفس الشيء. أنا وجدت في بريد المنصورية ناس عراقيين من بريد العراق أتوا وأخذوا الموازين والأشياء المتعلقة بالبريد من هذا المكتب، من مكتب البريد أمام عيني. وفيما يتعلق بوزارة الصحة أيضا مؤسساتها خضعت لهذا الشيء المنظم. وأنا بهذه المناسبة أود أن أذكر أن الجماعة الذين يقولون أن الشعب العراقي ليست له علاقة بهذا الموضوع وهذا شيء تابع للحكومة، هذا الكلام غير صحيح، لأن الناس الذين ملأوا الكويت هم أبناء الشعب العراقي. كان بإمكانهم إذا كانوا غير راضين عن هذا الشيء أن لا يحضروا إلى الكويت ما دامت خاضعة لهذا الاحتلال. الذين حضروا إلى الجامعة وسرقوا ما فيها هم أساتذة الجامعات العراقية. الذين سرقوا وزارة الصحة أطباء وزارة الصحة العراقية. الذين سرقوا التلفزيون والإذاعة رجال الإعلام في الإذاعة. الذين سرقوا الأندية الرياضية رجال الرياضة المهتمين في الأندية الرياضية العراقية. فكلهم الذين حضروا وعملوا عملية النهب المنظم لهذه المؤسسات كلهم عراقيون من أبناء هذا الشعب العراقي، وكان بإمكانهم عدم الامتناع عن هذا الشيء. وكان على الأقل الناس الذين يأتون لغير عمل إلا أنهم ليحضروا إلى الكويت ويشترون بعض الأشياء أو كذا، كان بإمكانهم أن لا يحضروا إلى الكويت، لأن الكويت تحت احتلال المفروض أنهم لا يوافقون عليه. نعم نعم. وطبعا يمكن الجريمة يعني المنظمة الأخرى وهي جريمة العصر إلى جانب الغزو كجريمة عصر، هي قصة حرق الآبار وتدمير البيئة. نعم. هي الحقيقة ليست جريمة واحدة وإنما اثنتان. الجريمة الأولى مثل ما تفضلت هي حرق الآبار، وكان هذا في آخر يوم من الاحتلال أو آخر يومين من الاحتلال. وأولا تلفوا البيئة وأفسدوا كثير من المباني، وكنا نتنشق هواء مليء بروائح النفط المحروق، والكويت صارت ظلمة بسبب الدخان السائد، وأتلفوا كمية كبيرة من البترول اللي هو ثروة وطنية نعتز فيها. الشيء الثاني اللي هو الأسرة، وأنا متأكد أي تجربة أخرى يقوموا فيها سوف يواجهون هذا الرعب، لأن الكويت على حق وهم على إن شاء باطل. الله لن يتعرض أحد للكويت بسوء إلا أصيب، والتاريخ شاهد. جميع انظر تاريخ الكويت منذ القدم، جميع الذين تعرضوا للكويت بمشكلة باءوا بالفشل وتعرضوا للمشاكل وللأخطار. وكأن الكويت سبحان الله يعني من يتعرض لها لا يسلم. الأخ الدكتور يعقوب يوسف الغنيم، هل من كلمة أخيرة تود أن تعبر عنها في نهاية هذه الحوارات؟ أول شيء أحب أشكركم أنكم أتحتوا لي الفرصة أن أتحدث هذا الحديث الطويل عن كل ما أعرفه أو مر علي في فترة حياتي، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليكم ولا على المشاهدين. بالعكس، كان حوارا شيقا ومفيدا يعني. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر جميع الأخوة الذين
أسعدوني بمشاركة العمل معهم سواء في الإعلام أو في وزارة التربية، فبدونهم لا يستطيع أي إنسان أن يعمل. فعلا كانوا فريق عمل ممتاز جدا، أدى دوره وخدم وطنه. وأتمنى أن يستمع المشاهدون إلى ما ذكرته من أحداث تتعلق بالغزو العراقي للكويت، وأن يضعوا نصب أعينهم أنه بدون تعاونهم وبدون تكاتفهم وبدون شعورهم بروح الأسرة الواحدة لا يستطيعون أن يقضوا على أعدائهم، ولا يستطيعوا أن يبعدوا عنهم أي مصادر شر خارجية. ويكفي أن نقول أن أول صدمة تلقاها النظام العراقي عندما غزا الكويت كان إحساسه بأن الشعب الكويتي في كتلة واحدة وراء النظام، لم تتخلخل المواقف الكويتية أبدا، ولم يجد معه شخصا واحدا يمكن أن يتعاون معه. فهذه النقطة دليل ينبغي أن نتمسك به، دليل على أن توحدنا وتكاتفنا وتآزرنا كفيل بأن تكون العناية الإلهية إن شاء الله محيطة بنا وبوطننا وبقيادتنا. الشكر مرة أخرى لكم. شكرا. وإلى اللقاء دائما. شكرا. ومع السلامة. شكرا.